تيكتيزي، اهلا وسهلا بكم السادة المستمعين في حلقة جديدة من تيكتيزي، حلقة الأحد 12 مارس 2023. كما كل نهار أحد من الثلاثة لأربعة نحكيو على عديد المواضيع التكنولوجية اللي تهم حياتنا اليومية، نبسطوا المفاهيم، نعطيكم جديد على عالم في عالم الديجيتال ونجاوبوا لكم على أسئلتكم. كما كل نهار أحد أقوى كرياتور دو كونتوني في عالم التكنولوجيا في ميكر، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخي، الكاميرا اللي كانت مقابلتني مشيت. هاكا تتأغزرها بالبداية. برشا جو. باهي، تحية اللي تبعوا فينا الكل. واضح باهي. أي تنجم تقولها المرة هذي؟ أقوى. بكل فخر. والله. عارفش بسلك عليك. خاطر كل يوم تعمل في فيديو. خاطر أنا 19 نهار توا، أنا لازمني راح نجري من بعد نكمل فيديو رقم 19. والله أنا حاجة منش مصدقها أنا ديجا. أنا ما تصورش قداش أنا فرحان، على خاطر في التقريب في 19 يوم هذوما. انا من قبل نتبعك ودولالي نتبعك قبل خاطر اني كنت فان، وبعد نتبع على خاطرك صديق، توا نتبع على خاطر الكونتوني شخت عليه بطريقه ممتازه وممتازه جدا، وموش على خاطر المعلومه اللي تقولها، خاطر ساعات نشكون معلومه نعرفها وندعو الناس انه يدخلوا يتبعوا ويشوفوا، يعني حتى اللي يحب يضحك هكا بطريقه محلاها، انا ندخل ندعو الناس تدخل تتفرج في الـ في الـ في اللي تتعامل فيه على اليوتيوب وعلى انستغرام. اليوتيوب قاعدين نحضروا له اليوتيوب مسهل، اما بالحق انا عامل كيف على روحي على الاخر. لا طريقه حلوه محلاها على الاخر، خفيفه مزيانه، المعلومه توصل بطريقه ياسر فلويد، ومحلاها هكا الجو درول ما بين هذاك صوته درا كيفاش وهذاك يسال وهذاك نبار. اي هو فما واحد هما هذاك هما شخصيات. البارح عملت 6 شخصيات دونك في البارح ما تفرجت الفيديو نتاع البارح، اخترت 6 شركات في تونس موجوده في تونس كي زادت الاسعار كي تلموا بعضهم شنو يحكيو. هذايا ما تبعتهاش دونك ما شفتش زربت هنا بالفتحه، يلزمها شويه خدمه في الكوستيوم في البيروك في الشخصيات، جاوني دي فيدباك معناتها كل شيء. اما بالحق عندي سنين انا نحب نعملها، انه نجموا مش نبسطوا التكنولوجيا، انه نجموا نعديوا التكنولوجيا بطريقه تضحك معناتها. لا طريقه يعني تقريبا انا ما ريتش برشا اللي يخدموا في مجال التكنولوجيا يتعدي الانفورماسيون وتعدي المعلومه مبسطه بطريقه ضحك تقريبا اول مره راح. هو هذا يتسمى الفينومين يتسمى اويكنينغ، وقت اللي انت اي مهنه ولا اي حاجه تعملها توصل بها النيفو غير عادي. نعطيك شكون مثلا الكريتير دو كونتينيو اللي وصلوا الاويكنينغ الايقاظ في القوه. هذا راهو انسبيري من مانجا اسمه ون بيس. قانونجي مثلا. قانونجي وصل للايقاظ. قانونجي زي القانون وعديه بطريقه انكرويبل. القانونجي شو هذاك انا تعرفني قداش فان بي القانونجي، على خاطر فما الماتير، يعني كي ناخذ نحكيو على قضايا نحكيو على واحد تنجم تلقى لها اما الصيغه. الناس كل قارين محاماه والناس كل نجموا يعني القانونجي وكن بحث. نعم ناول حاجه ممتازه جدا، اما في مجال التكنولوجيا باش تلقى صحيت باش تلقى الماتير. قول انا ساعات كيفاش لقاها الرابط هذا بالرسمي. برافو وماذا بيا سي برهان تصفق لنا على في ميكر، مش على خاطر كرونيكور معنا، على خاطر ان كرياتور دو كونتينيو ممتاز وممتاز جدا. عايشك محمد. قاعد يعدي في تقريبا 19 يوم توا. اي اليوم نهار 19. الوقتاش باش تكمل؟ باش نعمل 30 نهار ومن بعد باش تجي بالضبط معناتها مع رمضان. في رمضان نحب نعمل تشالنج اخر، اما باش يكون ايمانيتير شويه، دونك انا قاعد نخمم نحب نعمل حاجه سبيسيال ان شاء الله تختف. ان شاء الله باهي واضح ممتاز. احنا باش نقعدوا ان شاء الله البرمجه الرمضانيه في نفس التوقيت هذا هو من الاحد من الثلاثة الاربعاء، اتو نتبعوا التشالنج هذايا وين يوصل. شكرا لك في ميكر على الكونتينيو المحلي ياسر اللي قاعد تعمل فيه، ندعو الناس الكل تدخل على الكونت انستغرام ذا في ميكر. وتوجه وقت الكيو ان اي. كيو ان اي. ايوا في ميكر، سؤالنا لليوم شنو هي؟ سؤال اليوم، شنية أقدم لغة برمجة تم استعمالها في التاريخ؟ إذا كان جاوب من غير اقتراحات تعطيني فوا دو ولا؟ تاخذ بلوس 5 مش حتى. أنا باش نقول الكوبول، أما ما يسالش أعطيني اقتراحات. أعطيني اقتراحات. باهي. عندك ماتلاب، فورترون. كم ولا كوبول؟ لا سامحني، فورترون أقدم. فورترون اقدم من نسيت الفورترون ماتلاب. عندك فكره شويه عام قديش؟ في الستينات. خذ بلوس 10 بلا مش تصفيق معناها حط له في الستينات معناتها مسرح كرتاج كامل صفق له خاطر عام 57 صحيح.
اي على خاطر انا معلومات هذوما نعرفهم بما انه انا حسيت انك حسيت انك تنجم تجاوب عليها. لا لا المعلومه متاكد اني نعرفها في بالي فورتران في بالي من الكوبول وبعد فكرت لي لا الكوبول ديجا كان مخدوم بالفورتران. باهي سؤالي انا اسهل من هكايا بكثير وكثير جدا. لكن مش الناس الكل تعرفه ما نعرفش علاش. باهي اول دوله عربيه دخلت الانترنت شكون وانا عام. أول دولة عربية دخلت الإنترنت. شوف هذه ثقافة عامة يا عندك يا ما عندكش، المعلومة هذه ما عنديش ما نجمش ندقز خاطر نعرف روحي كيفاش نبدا نخمم باللوجيك وكل شيء. بالمنطق. قد تكون ليست بلد متقدم أكثر من غيرها. أما نتصور مصر. مصر باهي. برهان. أمين. شكون تتخيل أول دولة؟ ما يعرفش. إيبان تونس. إيه وي. تونس أول دولة مش عربية كهو عربية وإفريقية تدخل الإنترنت عام 1991 معناها وقت اللي هو العوام الأولى متاعو في العالم أجمع. تونس أول دولة دخلته عام 91 وقعد 5 سنين أيوزاج معناها استعمال حكومي بحت وعام 96 بدأ يخرج للعباد. ايوي برشا عباد ما تعرفش اللي تونس سبقت مصر عام 93 سبقت الامارات سبقت الكويت هي اول دوله عربيه وافريقيه دخلت الانترنت. ونزيدك معلومه اخرى اللي بعد ما تونس دخلت الانترنت عام 91 كانوا فما ديزانجينيور وعباد تخدم في تونس مشاو للدول الاخرى باش يوريوهم كيفاش يستعملوه. ونزيدك حاجه اخرى اللي تونس من اوائل البلدان اللي دخلت السيستم انفورماتيك في البلديات وغيره وغيره. هذه نعرف وكانوا مشاو لكندا يعلموا فيهم كيفاش يعملوا الرقمنه في الحاجات هذه. ظهر لي في الكيو نيز سيد مخرج ندخلوا قانون جديد هو انه اللي جاوب على سؤال بالطريقه كيما جاوب محمد ياخذ بلوس 5 واللي جاوب اي سؤال فيه احتقار لبلاد وكيانا والله بالرسمي مهندس انا المعلومه نعرفها من قبل. ريتان كرياتور دو كونتوني والله ديما ننسى اسمه هو ممتاز وان شاء الله يكون معنا النهار. كيف زاد قال حبتك قال تصوروا اني اول دوله عربيه دخلت الانترنت في تونس. انا قلت واضحه معناها تونس. قال جاوبوني بار كومنتير برشا عباد ما يعرفوش اللي تونس اول دوله عربيه هي اللي دخلت الانترنت وراو اودرادو اني اول دوله عربيه وافريقيه اللي احنا عاوننا بعض الدول الاخرى باش دخلت الانترنت. هو باش نحكي حاجه معناتها هي ستيريوتيب شويه اما تونس راهي الاولى في برشا حاجات. وي من المشكله اللي هي ما تكملش. افكتيفمون احنا كنا الاولى في برشا حاجات لكن مالوريزمون ما كملناش. هذه كانت الكيو ان اي. هو احنا ما نحبوش نحكيو على بعض الاشخاص ربي يزيدهم لكن معلومه دارت ياسر في الريزو سوسيو في الويكاند هذايا عليه وانا تعرف الموقف نتاعي من بعض من سماهم صناع المحتوى وهم عباد موجودين على تيك توك ومؤثرين انستغرام ما حتى يمكن الاستعمال اللفظ هذاك ما نحبش نسميه هم عباد موجودين على الريزو سوسيو يقدموا في دي فيديو مش في محتوى بالنسبه لي انا لكن الكل سمعنا اللي صانعه المحتوى هذايا ماذا بين نسميوهاش باش ما ندخلوش في الاشخاص تو قالت راهو ندخل في 20 مليون في الساعه. انت تقريبا اقدم صناع المحتوى اللي موجودين في تونس. هل صحيح اللي نجم يكون في ساعه في التيك توك تنجم تدخل 20 مليون كل ساعه تدخل 20 مليون؟ نجاوبك كيما جاوبتك في الاوف كبيري معناتها عباره تجي تقول لي انا كوارجي نمركي 5 بونتوات في الماتش نجم تصير يعني مرة في التاريخ أي. أما مش كل مرة أما ينجم في ساعة نجم تدخل 6000 دولار واو. يعني لأنه هي شنو هي الفاز أنت تبدا حال لايف وعباد نجم يعني تعطيك دي جيفت تهدي لك وإحنا شفنا مع تحكينا ما عرفت في نيوز تيك أنه فما ناس ولات تتسول في التيك توك معناتها يحط الحالة المزري اللي هو فيها يحط كاميرا ويبدا يطلب وظهرت مرشي كامل معناتها الناس توفر لهم الكاميرا وكذا واحد إن شاء الله يكلمونا نهار نخدموا شوية نجيبوا شوية لوميير وفازات نحطوا لهم في الكواليتي بتاع التسول بتاعهم التسول بتاعهم هذوما دي كرياتور يعملوا في حاجة انترتيننج دونك إيه تصير وباش نزيدك معلومة أخرى فما عالم اجتماع تونسي ظهر لي هبط كومنتير على الحكاية هذيا وقال احنا اللي خلينا الناس كيما هكا يكونوا موجودين لانه يعني كان جاي الشعب لاهي في حاجات اخرين ما يتفرجش في محتوى من النوع هذايا اللي فيه معناتها صانع محتوى لصانع محتوى يعمل في حاجه نوعا ما ماهيش ما لقيتش اسم انا ديجا مش عارف حتى شيء معناتها انا البارح حاضر في فينمو وجبدوا نفس الموضوع قلت لهم
شنو تعمل؟ قالوا لي تجيب هي وراجلها ويقعدوا يعملوا في حاجه اللي هي ساعات يعرضوني انا في ما يعرضوكش في تيك توك. ساعات تجيها اربعه يتعاركوا واحد وجهه مبلبس بالقط ويقولوا والله انا ربحت وانا درشني وتنعاودها تنربح هنا. مع تحديات غريبه، لكن اللي تفرجوا فيهم راهو هما الصغار اللي اللي معناتها بالنسبه لهم هذيك حاجه ترفيهيه. والله شو انا راني مانيش ضد انه العباد تخدم في 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 في, في, في على الريزو سوسيو وتدخل فلوس هذايا، معناها مما لا شك فيه. وفما عباد حتى في حلقه الحقائق الاربعه اللي كان حكي على بعض الكرياتور دو كونتوني ولا الانستغرامرز والانستغرامر اللي قاعدين يعملوا في يعني يربحوا ايتو، قلت اون فاند كونت هذايا نوعا ما كيما 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 ما نعرفش اي سوق موجود فيزيك، هذا السوق موجود على ريزو سوسيو، عباد تبيع عباد كذا بيبليسيتي. لكن فما حاجات فما دي كونتوني ما عندهم حتى ادنى علاقه، معناها اليوم والله مش على خاطر قدامي انت ولا القانونجي ولا برشا ولا اسامه تريتر ولا عيش انجلش، معناها يعني عباد كي تقول لي هذوكم حتى ولو يدخلوا مئات الملايين نقول اون فان كون قاعدين يقدموا في محتوى ممتاز ولا ممتاز جدا، لكن فما عباد ما فما حتى محتوى، ما فما حتى سبيسيفيسيتي، ما فماش علاش انا اليوم نقعد قاعد نتفكر العبد هذاك بكونتوني بمعلومه باهيه، لا ما فما حتى معلومه. ومن بعد نجي ونقول راني انا اليوم نوعا ما من السخريه، والله خاطر فما عباد قالوا لي محمد مثال شحكي عليه بما انه معاك بيميكر في نفس الفريق، بنوع ما من السخريه اللي انا خرجت من في النوفيام انا نراها حاجه فما برشا عباد خرجت ما كملتش قرايتها ومن بعد عملت حاجه يعني حطت في قلبها وكملت، لكن اليوم نتبجحوا بحاجات راها انا مش حاجه هو جدا. هو هو شوف السؤال اللي تسال لها في التلفزه والطريقه اللي تخدمت المونتاج اللي صار من بعد وهبطت الفيديو ظلمها شويه مي صياغه الجمله كامله، معناتها لانه انك انك تمشي من 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 نقطة A للنقطة معناتها من دو A A Z تمشي ديريكتومون راه فما فما برشا لترويت في الثنية، دونك انا خرجت من فيام وديريكتومون للمعلومة كيف لازم تحكي على الباركور مثلا اذا كان فما باركور مي اكزاكتومون دروب ذا مايك انا كان جاي الميكرو هنا انا ما تكسير انت قلتها سي بون واضح. شكرا لك في ميكر صديقنا الحاضر الغائب امير بن زيد، حضرنا ابطال الديجيتال نمشي ونسمعوها ونرجع لنا.